Antisağlık polis. Ve bu nafisiye, münake, kutup şimali ve kutup cümle. Arap ve Türk arabayı ünlü. İşyahnat-ı müteşabihe tetenafar ve işyahnat müteşabihe mecazen nasıl şey mecazen münafisi aktab-ı müteşabihe tetenafar ve aktab-ı müteşabihe tetenafar mühim lazım tarafı. The important difference between electricity and magnetism is that in electricity it is possible to have individual positive and negative charge. الكهربائية أنه بالممكن الحصول أو وجود شحنة مستقلة موجبة in pairs. القطب الشمالي والقطب الجنوبي دائما يكونون متواجدين مع بعض على شكل أزواج، يعني لا يمكن وجود قطب شمالي وحدة منفرد أو قطب جنوبي وحدة منفرد. يعني مثلا لو عندك قطعة مغناطيس و هي قطب شمالي وقطب جنوبي، لو أردت تكسرها إلى النصف مثل تقول أن هذا أحصل قطب شمالي على حدة وقطب جنوبي على حدة، لا انت خطأت. لا القطعة الصغيرة اللي قطعتها ايضا حتكون لها قطب شمالي وقطب جنوبي. لا يمكن فصل القطب الشمالي عن القطب الجنوبي. هناك نظريا بالمسائل او بالافتراضي يسموه مونوبول، انه يفترضون وجود قطب احادي اما شمالي او جنوبي. لكن هذا في الحقيقة غير موجود. هذا الشكل قدامكم يمثل قطعة من المغناطيس الطبيعي قطعة من الماجنت، نلاحظ لها قطب شمالي نورث بول وساوث بول، وتلاحظون مثل ما شفنا بالمجال الكهربائي مثلناه بالخطوط، خطوط وهمية تنبع من الشحنة الموجبة تنتهي بالشحنة السالبة. في المجال المغناطيسي هناك خطوط وهمية أيضا تمثل شدة المجال المغناطيسي تنبع من القطب الشمالي وتنتهي في القطب الجنوبي. هناك فرق أيضا بين خطوط المجال الكهربائي وخطوط المجال المغناطيسي في كون إنها في المجال الكهربائي ممكن تكون مستمرة continuous، يعني تصير إلى ما لا نهاية إلى أن تنمحل وتنتهي، بينما في المجال المغناطيسي لا، هي عبارة عن حلقات تنبع من القطب الشمالي وتنتهي في الجنوبي في الخارج، وتستمر داخل قطعة المغناطيس من الجنوبي إلى الشمالي داخله، يعني تكون عبارة عن حلقات مستمرة متواصلة. In the same way that electric charge creates electric fields around them, north and south poles will set up a magnetic field around them. Again, there is difference. While electric field lines begin on positive charge and end on negative charge, magnetic field lines are closed loops and they are not comfortable. And we have a product between المجال الكهربائي والمغناطيسي. إنه المجال خطوط المجال المغناطيسي هي عبارة عن حلقات مغلقة. هذه حلقات تبتدي من القطب الشمالي وتنتهي القطب الجنوبي في الخارج، و تكون بالعكس داخل القطعة المغناطيسية. Extending from south pole to the north pole and back again. يعني راح تكون حلقة متواصلة. قلنا المجال الكهربائي يتولد من وجود الشحنات. أينما توجد الشحنة راح يكون هناك مجال كهربائي. كذلك المجال المغناطيسي هو
يتولد نتيجة وجود الشهوات. لكن هناك فرق مهم بين المجال الكهربائي والمغناطيسي، أن الشحنات ما يتولد حول المجال المغناطيسي إلا إذا كانت في حالة حركة، إلا إذا كانت في حالة حركة. So nobody feels كذلك المجال المغناطيسي but from moving charge or current. أما تكون من شحنات متحركة أو من التيار. التيار هو شنو؟ Which are simply a whole bunch of moving charge. هو عبارة عن خزنة من الشحنات المتحركة. In a permanent magnet. طيب هذا تكلمنا عن الشحنات المتحركة. كيف يتولد المجال المغناطيسي؟ من قطع المغناطيس الطبيعي أو الدائمة المغناطيسية. Permanent magnet. The magnetic field comes from motion of the electrons inside the material. أيضا راح يتولد بيها المجال المغناطيسي من حركة الالكترونات الموجودة في المادة المغناطيسية. Permanent magnet, the magnetic field comes from the motion of the electrons inside the material. Or more precisely, بصورة أدق, from something called من شيء يسميه الكترون سبين. دوران الالكترون. الالكترون سبين is a bit like the earth spinning on its axis. في الذرات هناك النواة وتدور حول الالكترونات. لو اعتبرنا النواة هي الشمس والالكترونات هي الكرة الأرضية تدور حول الشمس. هناك دوران آخر للأرض هو حول الكترون. أيضا الإلكترونات لما تدور حول النواة تدور حول نفسها وهذا نسميه إلكترون سبين. دوران الإلكترون حول نفسه. هذا هو اللي راح يولد المجال المغناطيسي. الإلكترون سبين. هناك اتجاهين لدوران الإلكترون لما يكون عدد الالكترونات تدور باتجاه معين اكثر من عددها اللي تدور باتجاه الاخر المعاكس راح يتولد فرق في الشحنه، اذا راح يتولد هناك مجال مغناطيسي. The magnetic field is a vector. المجال المغناطيسي كبير متجه the same way the electric field is. مثل ما هو المجال الكهربائي. Electric field at a particular point في نقطة معينة المجال الكهربائي هو اتجاهها هيكون اتجاه القوة المؤثرة على الشحنة الموجبة الموضوعة داخل هذا المجال. بالمجال الكهربائي قلنا نقدر نعرف اتجاهها عندما نضع شحنة موجبة راح تتأثر القوة. اتجاه هذه القوة هو يمثل لنا اتجاه المجال الكهربائي. بالمجال المغناطيسي the magnetic field at a point is in the direction of the poles, a north pole of a magnet would experience if it were placed there. بالمجال المغناطيسي بدل ما ناخذ شحنة اختبار ناخذ القطب الشمالي هو هيكون شحنة اختبار. هيكون اتجاه المجال المغناطيسي هو اتجاه القطب الشمالي الموضوع في ذلك المجال. يعني لما أجي إبرة بوصلة اللي هي عبارة عن مغناطيس صغير اتجاه المجال المغناطيسي هيكون هو اتجاه القطب الشمالي لإبرة البوصلة. وين بنشيل القطب الشمالي اللي عبرت بوصلة هو هيشير باتجاه المجال المغناطيسي. عندنا علم المغناطيسية درو نظر أو وجد
اكتشاف بعض الصخور تسمى ماجنتايت would attract bits of iron ممكن تجذب بعض قطع الحديد. كلمة مغناطيسية اجت من منطقة اسمها ماجنيسيا in آسيا ماينر في قطاع من آسيا which is one of the place at which this was found. هي منطقة وجد فيها هذا النوع من الصخور أول ما اكتشفت الصخور اللي تحتوي خاصية المغناطيسية وجدت هذه المنطقة لذلك سموها مغناطيسية. على اسم المنطقة اللي وجدت فيها. عندنا حقيقة مهمة إن الأرض هي عبارة عن مغناطيس كبير. الأرض الكرة الأرضية عبارة عن مغناطيس كبير يكون إلى قطب شمالي وقطب جنوبي مثل ما إلى قطب شمالي جغرافي وقطب جنوبي جغرافي أيضا إلى قطب مغناطيسي شمالي وقطب مغناطيسي جنوبي. هذول القطبين مثل ما تلاحظون في الشكل ما راح يكونوا مرتبطين مع بعض. النورث جيوغرافيك بول هذا القطب الشمالي الجغرافي والنورث ماجنتيك بول يكون مغناطيسي مبتعد عنا بزاوية صغيرة. هاي الزاوية تتغير مع مرور الزمن يعني هناك حركة في موقع القطب الشمالي المغناطيسي والقطب الجنوبي المغناطيسي مع الزمن. الـ SI unit of magnetic field هي عبارة عن نيوتن في سكند مقسومة على كولوم في متر. نيوتن في سكند مقسومة على كولوم في متر و هذه الوحدة تسمى واحد تسلا. واحد تسلا. We define the space around a magnet or a current carrying conductor as the site of a magnetic field. احنا نعرف الحيز او الفراغ الموجود حول قطعة مغناطيس أو موصل يحمل تيار كهربائي إنه هو موقع مجال مغناطيس. Electric charge are traced with respect to a chosen reference system has only a electric field around them. إذا حقيقة مهمة لازم تعرفها إنه الشحنات الكهربائية المستقرة غير متحركة راح يكون موجود حولها فقط مجال كهربائي لا يوجد حولها مجال مغناطيسي. المجال المغناطيسي يوجد حول الشحنات فقط لو كانت الشحنات في حالة حركة. حتى نختبر وجود مجال مغناطيسي نقدر نختبره بإحدى هذه الطرق الثلاثة. الطريقة الأولى A torque acts on a magnetic compass needle and its maximum value at a given place is determined of the rotation of the compass needle. أن ممكن نكتشف وجود المجال المغناطيسي وذلك بالعزم المؤثر على إبرة البوصلة كيف حركتها المفاجئة لما وضعها في المجال المغناطيسي. واتجاهها هيكون باتجاه أقوى مجال مغناطيسي أو العزم المؤثر على كويل يحمل تيار كهربائي يعتمد على حجم الكويل الملف وعلى التيار المادي أيضا
يقول يوصل أعظم قيمة إلى الدور بهذا لما يكون في اتجاه معين داخل المجال المغناطيسي. بعدين a section of a long film conductor كذلك ممكن نكتشف وجود مغناطيسي لما نلاحظ انه سلك يمر بتيار كهربائي راح يتأثر بقوة. سلك يمر بتيار كهربائي يوضع لما نضع المجال المغناطيسي راح يتأثر بقوة، تأتي بهذه القوة على شدة التيار وعلى طول السلك داخل المجال وعلى اتجاه السلك داخل المجال. هذه هي كل العوامل راح ندرسها بالتفصيل في المحاضرات القادمة. في كل الحالات in all cases one must have a test body. لازم يكون عندك جسم اختبار which measures the effect of magnetic field in a certain place. اللي هو راح يقيس تأثير المجال المغناطيسي في مكان معين. A sub-device وكذلك نحتاج إلى بعض الأجهزة which register this effect اللي تقيس أو تحسب هذا التأثير. المجال المغناطيسي هو أيضا نوع من أنواع المادة. It is created by moving electric charge or permanent magnet. No magnetic field appears around electric charge at rest. هذه عندها أكثر من مرة لازم تكونوا حفظتوها. There is no difference where electric charge move. There is no difference where electric charge moves. Magnetic field can be created when electric charge moves in space, in conductor, in molecule, or in atom. ماكو فرق وين هذه الشحنات تتحرك، سواء كانت في شريك موصل أو في جزيئات مالت المادة أو شحنات على أجسام متحركة. المهم وجود شحنة تتحرك راح تولد حولها مجال مغناطيسي. If magnetic needle is in magnetic field, the momentum of force will act on it. لما نضع قبل البصمة المغناطيسية داخل المجال المغناطيسي راح ذاك العزم يحاول يدورها باتجاه المجال المغناطيسي الموجود به. In this case, the rotation of the magnetic needle coincides with the direction of the magnetic field at this point. راح يكون اتجاه الإبرة الموصلة يكون متطابق مع اتجاه المجال المغناطيسي الموجود به. القطب الشمالي لهذه الإبرة هيشير إلى اتجاه ذلك المجال. The direction of the magnetic field at any point in space اتجاه المجال المغناطيسي اتجاه المجال المغناطيسي لأي نقطة في الفراغ أو الفضاء هو اتجاه is the direction indicated by the north pole of a small compass needle placed at that point. اتجاه المجال المغناطيسي لأي نقطة في الفضاء أو الحيز الموجود فيه هو يكون اتجاه إبرة اتجاه القطب الشمالي للإبرة المغناطيسية الموضوعة في ذلك المجال. The magnitude of magnetic field يتناسب is proportional to the maximum value of the momentum of force acting on the needle. شدة المجال المغناطيسي راح تتناسب ويا العزم المؤثر على الموصلة الموضوعة في ذلك المجال. يعني لو جبت
ابرز بوصله وضعتها في مجال بغداد الاسرائيلي، راح نلاحظها حركتها بطيئه الى الاستقبال باتجاه المجال. لكن لو وضعت نفس الابره في مجال مغناطيسي قوي جدا، راح نلاحظ حركتها مفاجئه وسريعه وتستقر مباشره باتجاه المجال المغناطيسي الموجود بي. Magnetic field acts on current. المجال المغناطيسي يأثر على التيارات أو على الشحنات المتحركة أو الأجسام المشحونة أو particles أو أجسام مبغنطة. The most convenient way أحسن طريقة أو طريقة حتى نشخص به خصائص هذا الفيلد المجال is to describe its mechanical action. هو الوصف التأثير الميكانيكي on a current circuit على تيار دائرة كهربائية. اتجاه الدائرة الكهربائية الموضوعة في المجال المغناطيسي هو الميجر الوحيد اللي حيحدد شدة المجال، وإنما أيضا قوة التيار الكهربائي المعروف بها أيضا حيأثر، و راح نلاحظ تأثير المجال الكهربائي على الدائرة الكهربائية الموضوعة داخل المجال المغناطيسي. هذا كله راح نشرحه بالتفصيل في المحاضرات القادمة. راح نمثل خطوط المجال المغناطيسي force lines of the magnetic field مثل ما مثلنا افتراضيا خطوط المجال الكهربائي بخطوط وهمية تنبع من الشحنة الموجبة وتنتهي بالشحنة السالبة أو تستمر إلى ما لا نهاية إلى أن تضمحل. المجال المغناطيسي أيضا يمثل بخطوط وهمية Field are imaginary lines tangent of which coincide with the direction of the magnetic induction at a given point. مثل ما مثلنا شدة المجال الكهربائي بخطوط المجال الكهربائي عددها او التيار الكهربائي يمثل شدته. ايضا ممكن تمثيل المجال المغناطيسي بخطوط وهميه تسمى خطوط المجال المغناطيسي. هذه الخطوط تكون المماس الها اتجاه المماس الها في اي نقطه يمثل اتجاهها. هاي الاشكال تمثل لنا اتجاه المجال المغناطيسي وكيف يكون اتجاه عبرة البوصلة داخل المجال. نلاحظ هنا لما يكون المجال المغناطيسي قادم من اليسار إلى اليمين، نلاحظ عبرة البوصلة لما نضعها بي راح تنطبق اتجاهها مع اتجاه المجال، بحيث يكون القطب الشمالي للإبرة يشير إلى اتجاه المجال المغناطيسي إلى أي مسير. نلاحظ بالشكل الآخر أنه اتجاه خطوط المجال في قطعة من المغناطيس الطبيعي من الماجنت يكون لها قطب شمالي وقطب جنوبي. تلاحظون أن خطوط المجال تنبع من القطب الشمالي وتنتهي في القطب الجنوبي وتستمر في الوجود داخل المجال المغناطيسي داخل قطعة المغناطيس وتكمل بشكل حلقة. نلاحظ خطوط المجال المغناطيسي كيف تتأشر حول سلك يحمل تيار كهربائي، يكون حول المجال المغناطيسي
هيكون الشكل تبع حلقات دائرية حول السلم. ونلاحظ بنكون السلك على شكل ملف، هيكون اتجاهها يعتمد على اتجاه التيار داخل الملف. تلاحظون لما يكون قادم من الأسفل إلى الأعلى اتجاهها التيار اتجاه المجال يعتمد على اتجاه التيار. وهنا قاعدة، قاعدة اليمنى راح ناخذها كيف تمثل لنا اتجاه المجال المغناطيسي حول السلم. وكذلك الشكل الآخر مثل اتجاه المجال المغناطيسي في ملف يحمل تيار كهربائي. ملف يحمل تيار كهربائي، ملف الحلزوني اللي يحمل تيار كهربائي، يكون شكل المجال مالته بالضبط مثل شكل قطعة المغناطيس الطبيعي إلى قطب شمالي وقطب جنوبي، و خطوط المجال تنبع من القطب الشمالي وتنتهي في القطب الجنوبي وتستمر داخل الملف. Magnetic fields created by permanent magnets. طلاب الى هنا عندكم سؤال؟ تفهمون الدرس؟ طلاب واضح واضح دكتور. لا دكتور مو كلش. لا شنو ما فهمته؟ طيب ايش عندي لا ما فهمتوش؟ شنو اللي ما فهمته؟ منو قال استمر دكتور. طلاب هو هذا باختصار نتحدث عنه بشكل عام، لكن هناك محاضرات قادمة حتكون تفصل لنا كل نقطة من هذه النقاط اللي هي راح نبتدي في جزء بسيط منها هذه المحاضرة. And the magnetic fields created by permanent magnets. هذا مصدر التوضيح كيف المجال المغناطيسي بتولد بالمجال من القطع المغناطيسية الطبيعية أو الدائمية. Every permanent magnet has two poles. كل قطعة تحمل خاصية مغناطيسية يكون لها قطبين. The flux lines خطوط الفيض المغناطيسي، مثل ما كنا عندنا مثلنا المجال الكهربائي بالفيض الكهربائي اللي هو يمثل عدد خطوط المجال الكهربائي مارة في مساحة معينة. هنا أيضا هناك فيض مغناطيسي يمثل عدد خطوط المجال المغناطيسي المارة في مساحة معينة في سطح البحر. بي فاي يساوي شدة المجال مضروب في وحدة المساحة. The force that magnetic field exerts on a moving charge هو هذا بداية المواضيع المهمة اللي راح ندرسها في المجال المغناطيسي، اللي هو القوة اللي يأثر بها المجال المغناطيسي على الشحنات الموجودة داخل المجال. هذا أول موضوع راح ندرسه بالتفصيل، اللي هو القوة اللي يأثر بها المجال المغناطيسي على شحنة متحركة موجودة داخل. When a charge is placed in an electric field, it is experienced an electric force. لما شحنة نوضعها في مجال كهربائي، شحنة تكتسب قوة كهربائية. وانتو حسبتوا هذه القوة في السؤال مال الامتحان، كيف لما وضعنا بروتون في مجال كهربائي وبدي احسب القوة المؤثرة عليه. It is also when a charge is placed in a magnetic field. كذلك لما الشحنات نوضعها في مجال مغناطيسي. Also experience a force. ايضا راح تكتسب قوة. Provided that certain conditions are met. لكن
مو دائما تكتسب قوة، هناك شروط لازم تتوافر حتى هاي الشحنة لما تكون داخل المجال المغناطيسي تتأثر بالقوة. مثل ما راح نشوف. The magnetic force, like all forces we have studied, القوة المغناطيسية مثل أي قوة درسناها سابقا، مثل القوة الجاذبية، قوة المرونة، المجال الكهربائي، القوة الكهربائية إلى آخره من القوة. إذن القوة المغناطيسية لما تكون تأثير على الجسم راح لازم نحسب تأثيرها لما نتعامل مع القوة المؤثرة على الجسم الأخرى، وتتعامل معاملة قوانين نيوتن أيضا. عندنا قلنا لما تكون شحنة كهربائية موجودة داخل مجال مغناطيسي ما تتأثر القوة إلا إذا يتحقق شرطين، إلا إذا يتحقق شرطين. The following two conditions must be met for a charge to experience a magnetic force when placed in a magnetic field. شنو هذول الشرطين؟ الشرط الأول the charge must be moving. الشحنة يجب أن تكون متحركة. Because no magnetic force acts on a stationary charge. الشحنة يجب أن تكون متحركة لأنه لا توجد قوة مغناطيسية تؤثر على الشحنات المستقرة. هذا الشرط الأول. شنو كان؟ لازم تكون الشحنة متحركة. الشرط الثاني هو حيكون أكثر تفصيلا، إنه حتى لو كانت هناك حركة يجب أن يتوفر الشرط الثاني اللي هو يجب أن تكون هناك مركبة عمودية باتجاه سرعة الشحنات أو حركتها، عمودية على اتجاه المجال المغناطيسي حتى تتولد قوة مغناطيسية. يجب أن تتوفر مركبة عمودية لحركة الشحنات داخل المجال حتى تتوفر قوة مغناطيسية. معنى هذا أنه لما تكون الشحنة تتحرك باتجاه المجال المغناطيسي مع أو معاكس إليه بشكل موازي ما راح تكتسب أي قوة مغناطيسية. تكتسب قوة مغناطيسية فقط عندما تكون الحركة مالتها هناك مركبة عمودية. To examine the second condition حتى نختبر الشرط الثاني راح نعتمد الشكل الثاني هذا والله شكل 21-7 which shows a positive test charge اللي يمثل شحنة موجبة، شحنة اختبار موجبة زائد كيونر moving with a velocity V، تتحرك بسرعة V through a magnetic field، تتحرك داخل مجال المغناطيسي مقدارة V. المجال المغناطيسي بيكتز من وجود جسم مبرمط غير واضح في الشكل اتجاهها نشوفه خطوط الحمر من اليسار إلى اليمين. نلاحظ هنا في هذا الشكل لما تكون الشحنة الموجبة شحنة الاختبار الموجبة لما تكون حركتها باتجاه موازي للمجال المغناطيسي ما راح تتأثر بأي قوة، سواء كان باتجاه المجال أو باتجاه معاكس للمجال. متوازية ما راح تتأثر بأي قوة. الشكل الثاني هذا نلاحظ اتجاه المجال نفسه لكن اتجاه حركة الشحنة الموجبة يكون باتجاه عمودي على خطوط المجال. هنا في هذه الحالة راح تتولد قوة تؤثر على شحنة اختبار هذه. هذه القوة بهذا الشكل ستكون اتجاهها نحو الأعلى. يعني هذه الشحنة لما تدخل في المجال المغناطيسي راح تتأثر بقوة ترفعها نحو الأعلى.
حيكون اتجاه مساره بشكل منحني إلى استقرار اتجاه عمودي على المجال المغناطيسي. هنا حيكون أعظم قوة لما تكون الزاوية بين اتجاه الحركة والمجال هو 90 درجة. لو كان اتجاه الحركة غير متعامد ولا متوازي وإنما بزاوية ثيتا مع خطوط المجال، هاي الحركة لاحظها بزاوية ثيتا مع خطوط المجال، راح نحلل مركبة السرعة أو الحركة إلى مركبتين، مركبة موازية ما تأثر بقوة مغناطيسية ومركبة عمودية على المجال هي اللي راح تسبب وجود القوة المغناطيسية. يعني اللي راح يهم الموضوع هو المركبة العمودية على خطوط المجال اللي هي في ساين ثيتا. هناك قاعدة نسميها قاعدة فريزنينا هي اللي راح تحدد لنا اتجاه القوة المؤثرة على الشحنة الموجودة داخل المجال المغناطيسي. هاي القاعدة تنص انه لو فتحنا ايد الفريزنينا بهذا الشكل الموضح وكان اتجاه الأصابع اليد باتجاه المجال المغناطيسي واتجاه الإبهام يكون باتجاه حركة الشحنات هتتأثر القوة تكون عمودية على راحة اليد نحو الأعلى. يعني راح تكون عندنا ثلاث مركبات ثلاث إحداثيات، إحداث السين مثل المجال المغناطيسي وإحداث الصادي يمثل اتجاه الحركة واتجاه الأعلى اللي هو الزيت يعني هيكون اتجاه القوة. واضح طلاب هاي قاعدة كلش مهمة بتحديد اتجاه القوة اللي يتأثر بها تيار كهربائي أو سلك يمر داخل المجال المغناطيسي. هاي القاعدة راح نعيد استخدامها في العديد من الأسئلة اللي راح ناخذها في المحاضرات القادمة. Definition of the magnetic field, تعريف المجال المغناطيسي. The magnitude V of magnetic field, شدة المجال المغناطيسي في أي نقطة في الفضاء is defined as تعرف أو توجد بالعلاقة التالية V تساوي القوة اللي تتأثر بها الشحنة مقسومة على كمية الشحنة مطلقة مضروبة في المركبة العمودية لحركة الشحنة. هذا هو كيف توجد شدة المجال المغناطيسي للشحنة متحركة داخل مجال مغناطيسي. Where F is the magnitude of the magnetic force on the discharge, where Q0 هو شدة أو كمية الشحنة و V هي سرعة الشحنة. هنا لازم يكون عند الزاوية أكبر من 180 أصغر من 180 وأكبر من الصفر. أكبر من أصغر من 180 لما تكون بهذا الاتجاه هذا اتجاه المجال. هنا لما تكون موازية معاكسة له تكون اتجاهها زاوية 180 درجة. إذن لازم تكون أقل من 180 ويجب أن تكون أكبر من الصفر. الصفر لما تكون مع الحركة باتجاه موازي يعني تلاحظ هنا الزاوية بين ال V وال V هو صفر. إذن الزاوية يجب أن تكون أكبر من الصفر وأقل من 180.
سيتو في مجال كهربائي تقاس بالاس اي سيستم بنيوتن في ثانية على كولوم في متر. هذه الوحدة سميناها تسلا تيمون بالعالم الكرواتي نيكولاي تسلا اللي عاش في الفترة 1856 إلى 1943. التسلا هي تعريفها حيكون One Tesla is the strength of magnetic field in which هو شدة المجال المغناطيسي شدة المجال المغناطيسي بشاهة اختبار traveling باتجاه عمودي على اتجاه المجال المغناطيسي وبسرعة مقدارها واحد متر بالثانية راح تكون تتأثر بقوة مقدارها واحد نيوتن. الواحد تسلا هو شدة المجال المغناطيسي اللي يكون إذا وضعنا بشحنة اختبار مقدارها واحد كولوم تتحرك باتجاه عمودي عليه وبسرعة مقدارها واحد متر بالثانية راح تكتسب قوة تتأثر بقوة مقدارها واحد نيوتن. عرفت تعريف التسلا شنو؟ التسلا هو عبارة عن شدة المجال المغناطيسي الذي إذا وضعنا به شحنة اختبار مقدارها واحد كولوم تسير باتجاه عمودي عليه واكتسبت قوة بسرعة مقدارها واحد متر بالثانية تأثرت بقوة مقدارها واحد نيوتن. لما هذه الشحنة تتأثر بقوة مقدارها واحد نيوتن إذا نقول شدة المجال الكهربائي هتكون هي واحد تسلا. التسلا قلنا عبارة عن نيوتن في سكند على الكولوم في متر. عندنا ال واحد كولوم على السكند يساوي لنا واحد امبير. الواحد كولوم الشحنة على الزمن يساوي لنا التيار واحد امبير. لما نعوضها بهذه الوحدات هيكون عندنا الواحد تسلا يساوي لنا واحد نيوتن على امبير في متر. هاي التسلا وحدة كبيرة بالنسبة لشدة المجال العامل لي في حياتي اليومية، لذلك يوجد وحدة أقل منها اللي هي الجاوز. كل واحد تسلا يساوي لنا 10,000 جاوز. كل واحد تسلا يساوي لنا 10,000 جاوز أو واحد جاوز يساوي لنا 10^4 تسلا. وهذا الطلاب لحد هنا واضح دكتور. هذه مقدمة للمجال المغناطيسي. أهم شيء ما أخذنا بها أنه هناك مجال مغناطيسي للشحنات المتحركة مثل ما موجود مجال كهربائي، وقلنا أنه هذا المجال المغناطيسي هيكون متولد فقط لما تكون الشحنات في حالة حركة. الشحنة لما تكون مستقرة حتكون حولها فقط مجال كهربائي. يتولد المجال المغناطيسي عندما تكون في حالة حركة، وشخصنا أيضا لما تكون لها مركبة عمودية على اتجاه المجال المغناطيسي. وجدنا أنه هناك علاقة بين شدة المجال وشدة التيار المعرفية السلك أو الشحنة المتحركة. كل ما تزيد سرعة الشحنات أو زادت شدة التيار كل ما زادت القوة المؤثرة على السلك اللي يحمل تيار كهربائي أو على الشحنة الموضوعة
داخل مجال مغناطيس. ليه لا تنتهي محاضرة اليوم؟ طلاب أدخل رابط موجود في التعليقات، سجلوا بحضوركم، الرابط موجود في التعليقات. بس دكتور أنا عشان فاصل عندي النت، فالتعليقات موجود عندي الرابط. هسه راح انزل مرة أخرى. هذا الرابط طلاب افتحوه شوفوا يشتغل. طلاب وياي يشتغل دكتور. طيب سجلوا حضوركم في طلاب لا تطلعون.